بسم الله الرحمن الرحيم. أقوال حول المداراة عن أهل البيت عليهم السلام. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله: أمرني ربي بمداراة الناس كما أمرني بأداء الفرائض. وعنه صلى الله عليه وآله: مداراة الناس نصف الإيمان، والرفق بهم نصف العيش. وعنه صلى الله عليه وآله: إن الأنبياء إنما فضلهم الله على خلقه بشدة مداراتهم لأعداء دين الله وحسن تقيتهم لأجل إخوانهم في الله. وعنه صلى الله عليه وآله: ثلاث من لم يكن فيه لم يتم له عمل: ورع يحجزه عن معاصي الله، وخلق يداري به الناس، وحلم يرد به جهل الجاهل. وروي عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: المداراة أحمد الخلال. وعنه عليه السلام: ثمرة العقل مداراة الناس. وعنه عليه السلام: رأس الحكمة مداراة الناس. وعنه عليه السلام: عنوان العقل مداراة الناس. وعنه عليه السلام: مداراة الرجال من أفضل الأعمال. وعنه عليه السلام: ليس الحكيم من لم يدار من لا يجد بدا من مداراته. وروي عن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام لما سئل عن العقل قال عليه السلام: التجرع للغصة ومداهنة الأعداء. وروي عن الإمام الباقر عليه السلام: في التوراة مكتوب فيما ناجى الله به موسى بن عمران عليه السلام: يا موسى، اكتم مكتوم سري في سريرتك، وأظهر في علانيتك المداراة عني لعدوي وعدوك من خلقي، ولا تستسب لي عندهم بإظهار مكتوم سري فتشرك عدوك وعدوي في سبي. وروي عن أبي بكر الحضرمي قال علقمة أخي لأبي جعفر الباقر عليه السلام: إن أبا بكر قال: يقاتل الناس في علي. فقال لي أبو جعفر عليه السلام: إني أراك لو سمعت إنسانا يشتم عليا فاستطعت أن تقطع أنفه فعلت. قلت: نعم. قال: فلا تفعل. ثم قال: إني لأسمع الرجل يسب عليا وأستتر منه بالسارية، فإذا فرغ أتيته فصافحته. وروي عن الإمام الصادق عليه السلام: جاء جبرائيل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا محمد، ربك يقرئك السلام ويقول لك: دار خلقي. وروي عن الإمام الصادق عليه السلام في قوله تعالى: وقولوا للناس حسنا، قال: أي للناس كلهم، مؤمنهم ومخالفهم، أما المؤمنون فيبسط لهم وجهه، وأما المخالفون فيكلمهم بالمداراة لاجتذابهم إلى الإيمان، فإنه بأيسر من ذلك يكف شرورهم عن نفسه وعن إخوانه المؤمنين. وعنه عليه السلام: إن مداراة أعداء الله من أفضل صدقة المرء على نفسه وإخوانه. وروي عن الإمام الرضا عليه السلام لما سئل عن العقل قال: التجرع للغصة ومداهنة الأعداء ومداراة الأصدقاء. فصل جديد: ثمرة المداراة. روي عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: دار الناس تستمتع بإخائهم، والقهم بالبشر تمت أضغانهم. وعنه عليه السلام: دار الناس تأمن غوائلهم وتسلم من مكائدهم. وعنه عليه السلام: سلامة الدين والدنيا في مداراة الناس. وعنه عليه السلام: من دار أضداده أمن المحارب.
وروي عن حذيفة بن منصور: سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول: إن قوما من قريش قلت مداراتهم للناس فنفوا من قريش، وأيم الله ما كان بأحسابهم بأس، وإن قوما من غيرهم حسنت مداراتهم فألحقوا بالبيت الرفيع. ثم قال: من كف يده عن الناس فإنما يكف عنهم يدا واحدة، ويكفون عنه أيادي كثيرا. فصل جديد: عاقبة من لم تصلحه المدارات. روي عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: من لم يصلحه حسن المدارات أصلحه سوء المكافات. وكان من كلام له عليه السلام يوبخ فيه أصحابه: كم أداريكم كما تدار البكار العمدة والثياب المتداعية، كلما حيصت من جانب تهتكت من آخر، وإني لعالم بما يصلحكم ويقيم أودكم، ولكني لا أرى إصلاحكم بإفساد نفسي. وكان من كلام له عليه السلام في سحرة اليوم الذي ضرب فيه: ملكتني عيني وأنا جالس، فسنح لي رسول الله صلى الله عليه وآله، فقلت: يا رسول الله، ماذا لقيت من أمتك من الأود واللدد؟ فقال: أدعو عليهم. فقلت: أبدلني الله بهم خيرا منهم، وأبدلهم بي شرا لهم مني.